لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بسبب انتقادهم لتقصيرها وفسادها، أمانة بغداد تتخذ إجراءات تعسفية ضد أهالي منطقة البياع. في صحيفة المدى، منظمات مدنية ومؤسسات حكومية تحذر من تزايد نشاط عصابات الاتجار بالبشر. في الزمان، مخاض عسير يفضي إلى قبول 3 وزراء ورفض مرشحة التربية. في موقع كتابات، النواب يصوتون لصالح مرشحي عبد المهدي للوزارات السيادية ويرفضون مرشحته للتربية. في القدس العربي، ترامب: لا أحتاج إلى موافقة الكونغرس لضرب إيران. في العربي الجديد، مجلس الأمن يدعو واشنطن وطهران لخفض التصعيد. وفي البصائر العراقية، النساء هن الأكثر تضررا من الحرب وما خلفته في المناطق المدمرة. السلام عليكم. يقول الكاتب حسن حاتم المذكور: أريد أن أستغيث ككل المنكوبين في دينهم ومذهبهم ومراجعهم والمصابين بعدوى الأحزاب الإسلامية في وطن مات 1000 مرة ولن يموت، صار مقبرة للأحياء ولن يدفن، صار محمية للأرامل والأيتام، فيه المخدرات وأحزاب المراجع تخدرنا وميليشيات تغتالنا، لا نعلم إن كنا أبناء العراق أم عملاء تستعملنا وتستهلكنا تحت اسم المذهب، ولماذا نقبل أيادي اللصوص بيعة لعبوديتنا منكوبين بجهلنا وفقرنا وانهيار آدميتنا؟ من يستحق موتنا؟ هذا الذي يتخذ العمامة غطاء لتهريب العملة والآثار وإدخال المخدرات، ثم يدعونا لسماع خطبة مشبعة بالأكاذيب؟ لنسأل المراجع بكل أحجامها وألقابها التدخل في شأن العراقيين وحياتهم وخصوصياتهم، في شأن دستورهم ودولتهم وحكومتهم وحرياتهم وأغانيهم وفرحهم، وتفتح عليهم أبواب العوز والإذلال والأمية المطلقة، ثم تسلط عليهم جهنم لصوص أحزابها، ومع سبق الإصرار تبارك لهم أسوأ من يترأس حكومتهم. كان يمكن أن يتدخلوا في شؤون أوطان ينتمون إليها، فالعراق ليس إيران ولا باكستان ولا أفغانستان، وبغداد ليست قندهار. العراقيون هم الأجدر بإدارة شأنهم إذا ما تحرروا من عبودية 1000 عام. الجنوب الذي ينتج 90% من الثروة الوطنية يحمل التمر ويأكل العجول 16 عاماً، ولازال في الناصرية 200 مدرسة ابتدائية من طين، وأكثر منها في العمارة وفي البصرة. إن لم تفترس مواطنيها وفرة المخدرات، فأمراض السرطان والأوبئة الأخرى ستتكفل بالباقي. وإن رفع الجنوب إصبع الاعتراض والرفض وهتفوا بانتفاضتهم: لا نريد الموت أكثر. ويضيف الكاتب: يا أبناء الجنوب والوسط، قاطعوا انتخاباتهم وأعدوا العدة لإسقاطهم، لا وقت للوقت، فأعماركم تمضي وحياتكم لا معنى لها، لا تتخلوا عن أرضكم وثرواتكم لقطاع الطرق والمؤدلجين بالدونية وتقية الخذلان. مدهش هذا الوطن، نادرا ما تجد فيه هذه الأيام مسؤولا أو سياسيا لا يكذب أو يسرق، بل ونادرا ما تجد فيه حزبا أو تنظيما تواضع ودخل العملية السياسية من أجل الخدمة العامة، حيث تطغى المنفعة الشخصية فوق كل الخطب والشعارات. فهناك اليوم وفرة هائلة من اللصوص والانتهازيين. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: كنت قد قرأت خبرا مثيرا يقول إن لجنة مكافحة الفساد في الصين حققت مع مسؤول كبير أقام حفلة زواج باذخ. الرجل الذي وجد نفسه متهما بخيانة ثقة الشعب قال لصحيفة بكين نيوز إنه لم يتمكن من إيقاف أسرة العروس من الإنفاق على الحفل ببذخ، مشيرا إلى أن أسرة العروس من رجال الأعمال الأثرياء. خلال العقود الأخيرة، تحولت الصين من بيوت بسيطة إلى مدن تضاهي نيويورك وباريس. لقد بدأ العصر الصيني في البزوغ،
في الوقت الذي يتراجع فيه العصر الغربي. سيذهل القارئ حين يعرف أن 70% من أشهر الأجهزة الإلكترونية تصنع في مدن نائية بالصين. هل يفكر ساستنا بقراءة تجربة الصين ويسألون أنفسهم عن حجم مسافة التقدم التي قطعتها البلاد في سنوات حكمهم؟ ما هي نسب النمو والتطور والتقدم ومستويات الدخل؟ ما هي المشاريع التي اعتمدتها حكومة المالكي لتنمية قدرات هذا البلد النفطي؟ والأهم، ما مقدار الاستقرار الذي تحقق؟ كم هي بسيطة هموم العراقيين أن يعرفوا مثلاً لماذا موازنات الثماني سنوات في عهد نور المالكي وصلت إلى 1000 مليار دولار؟ وليس في العراق محطة كهرباء متطورة، فيما تفتقد معظم المدن إلى ماء صالح للشرب، لا ضمان اجتماعي وصحي، ولا شوارع نظيفة. اليوم تبحث الناس عن دولة غير محكومة بالفساد. المواطن اليوم ينتحب ويكتئب حزناً على ضياع الحلم بأيدي مجموعة من السياسيين محدودي الأفق ومتواضعي القدرة، والأخطر سراق. ظل الغرب يعامل الصين على أنها بلاد متخلفة غير قادرة على التطور، فيما نجد اليوم أن النسبة الأكبر من المتفوقين في جامعات أمريكا هم من تلك البلاد المتخلفة التي كان الغرب يتصور أنها ستغرق في الأفيون، ففاجأته بأن تحولت إلى اقتصادات مزدهرة، بينما لا نزال نحن نياما حيث نجوع ونرفع رايات الطائفية والانتهازية، ونصر على أن نمنح كرسي هيئة الإعلام والاتصالات للزعيمة حنان الفتلاوي. من أولى واجبات الحكومة العمل على تقديم الخدمات ورفع مستوى المعاشي والثقافي للسكان بدون أي تفرقة، فلا تقدم حضاريا بدون تنمية فردية كانت أم حكومية، وتتمثل هذه التنمية بكثرة إنشاء المدارس وزيادة تطوير القطاع الزراعي والصناعي والمالي، والأهم هو قطاع الصحة، وفق مقال الكاتب عمر عطا في صحيفة الزمان. في الخمسينات اعتمد العراق على واردات النفط لتمويل التنمية، ففي سنة 1961 نشر يوجين ستانلي كتابه مستقبل دول تحت التنمية، ذكر فيه بأن العراق خصص 70% من واردات النفط للتنمية، وبذلك أصبح الأول في معدل النمو لسنة 1950 و1958، هذا عندما كانت أعداد السكان لا يتجاوز 7 ملايين نسمة. أما الآن وقد وصلت أعداد السكان إلى 35 مليون نسمة، فإن الحكومة تدفع 90% من واردات النفط للخدمات الإدارية و10% فقط للاستثمارات والتنمية. فالحكومة عليها الآن أن تعيد أولوياتها بأن تحرص على أن تكون تنمية الإنتاج الوطني دائماً أكثر من الزيادة في السكان، وإن لم تفعل فالدولة ستقع في مشكلة وفي تقهقر وربما الانزلاق في فوضى نتيجة التهافت على متطلبات العيش، وأن لا تهدر الأمن الغذائي للبلاد باستيراد المواد الغذائية المنافسة لمثيلاتها المنتجة محلياً، ولا ترهق الميزانية بالقروض الأجنبية إلا للاستثمارات كبناء السدود ومحطات الكهرباء، وأن تكافح التضخم النقدي المفرط لأنه الدافع لكل غش وفساد في البلاد والعباد، ويجب أن تكون الاستثمارات في جميع مجالات وطبقات الشعب حتى لا تفقد الطبقات الفقيرة القدرة على العطاء والتعاون والإبداع. ومن الضروري لسرعة نمو البلد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الجهاز الإداري للحكومة وعكسه. يحرم الدولة من تقديم أفضل الخدمات والتطور ويقلل من عزيمة الإداريين والمتخصصين للاجتهاد. وأخيراً على العاملين في السياسة أن تعرف مدى أو متى تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أزدل الستار الأحد على انتخاب رئيس بلدية إسطنبول والتي أعيدت لأسباب إدارية بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بهزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية السيد بن علي يلدرم رئيس الوزراء السابق بفارق كبير نسبياً بالمقارنة بالانتخابات الأولى، وهذا يحتاج لقراءة متأنية في أسباب هذه النتيجة التي تعد الأولى منذ فوز رجب طيب أردوغان برئاسة بلدية إسطنبول عام 94. ولعل أهم أسباب هذه النتيجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي التأثيرات السلبية للحرب على أكثر من جبهة، وفق الكاتب أسامة رشدي في موقع عربي 21.
فالعدالة والتنمية يخوض حربا لا هوادة فيها مع القوى التي وقفت خلف الانقلاب العسكري قبل 3 أعوام، وهذا استدعى اتخاذ إجراءات مست قطاعات واسعة من المجتمع لأنها استهدفت تنظيما له تغلغل كبير في أوساط الناس ودوائر السلطة، ما أثر على مكانة الحزب وشعبيته. وفي الوقت نفسه تخوض تركيا معركة قومية كبرى تتعلق بالتصدي لتداعيات ما يجري على حدودها مع سوريا وتداعيات التحالف الأمريكي الكردي في سوريا والمخاوف المشروعة المتعلقة بمشروع حزب العمال الكردي التركي بالمشاركة مع أجنحته السورية بإقامة كيان قومي كردي على الحدود التركية، ويعتبر الأتراك جميعهم أن هذا خط أحمر بالنسبة لهم، ولكن يتحمل حزب العدالة والتنمية ضريبة هذه المواجهة لأنه من يتولى السلطة، وهذا أثر على شعبية الحزب الذي فقد عم الأصوات الكردية في إسطنبول والتي لا تقل عن 20% من الأصوات. يضاف إلى ذلك أن إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية بعد الطعون التي قدمها العدالة والتنمية أمام اللجنة العليا للانتخابات على بعض المخالفات الإدارية والتي جاءت نتيجتها بشكل عكسي. وأيا كانت نتيجة الانتخابات ومن فاز فيها، فإن الفائز الأول هو تركيا وشعبها ورئيسها وحكومتها التي أدارت ونظمت هذه الملحمة الديمقراطية التي لا تحدث في المنطقة إلا في تركيا، وهذا أبلغ رد على من شككوا في الديمقراطية التركية وقدرتها على ضمان العدالة الانتخابية والتداول السلمي للسلطة. حبس العالم أنفاسه حين اجتمع الرئيس دونالد ترامب بأركان إدارته لبحث الرد على قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة، وكان من حق العالم أن يقلق، فقد سبقت الحادثة ممارسات وتحرشات مباشرة أو بالواسطة استهدفت ناقلات وأهدافا مدنية، وبدا واضحا أن إيران ابتعدت عن سياسة الصبر الاستراتيجي واختارت دفع الأزمة في اتجاه حافة الهاوية، ثم أن من حق المراقبين أن يشعروا بالقلق حين يكون القرار في يد رجلين يصعب التكهن مسبقا بردودهما، الأول هو ترامب وهو قبطان لا يسهل التكهن سلفا بأسلوب تعامله مع العواصف ويملك قدرة استثنائية على مفاجأة مستشاريه ومعهم العالم، والثاني المرشد علي خامنئي الذي يصعب عليه خصوصا في هذه المرحلة التساهل في أمر صورته وصورة بلاده. عن ترامب وحروبه الاقتصادية كتب غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط: لا غرابة في الأمر، ترامب ليس جنرالا يحلم بالانتصار في حرب، وهو ليس مدنيا يخفي تحت ثيابه جنرالا. جاء سيد البيت الأبيض من قاموس آخر، قاموس الصفقة والتسوية، ثم إنه كان كثير الاهتمام باستعادة الجنود الأمريكيين من مناطق الاشتباك أي سوريا وأفغانستان والعراق. قراره بالانسحاب من شرق سوريا بعد هزيمة داعش أثار قلق مستشاريه وحلفائه الأوروبيين الذين مارسوا عليه ضغوطاً كبرى لإرجاء موعد تنفيذ قراره، وهو ما اضطره إلى التجاوب. يعتقد ترامب أن بلاده تملك أسلحة أخرى غير القاذفات والمدمرات، تمتلك سلاح العقوبات الاقتصادية، وهو لا يتردد في اللجوء إليه. ويمكن فهم قرار ترامب في سياق مواقفه، فهو أعلن باكراً أنه لا يريد حرباً مع طهران وبعث لها برسائل من هذا النوع. أبلغها أيضاً أن أمريكا لا تضع إسقاط النظام الإيراني هدفاً لضغوطاتها، وأن الأمر يتعلق بتعديل السلوك الإيراني في الملفات النووية والباليستية والإقليمية. ثم إن ترامب اعتبر لجوء إيران إلى ممارسات حافة الحرب يشكل دليلاً قاطعاً على أن العقوبات النفطية عليها موجعة فعلاً. في المقابل بعثت إيران عبر ممارساتها وممارسات وكلائها برسالة مفادها أن الحرب عليها ستشعل جبهات عدة ضد مصالح أمريكا ومصالح حلفائها، وأن حرمانها من تصدير نفطها سيحرم دولاً أخرى في أوروبا وآسيا من الحصول على النفط عبر مضيق هرمز. وعلى الرغم من كل ما كتب، ها هي إدارة ترامب تجد نفسها غارقة في امتحان كبير في الشرق الأوسط الرهيب. تراهن إيران على تهديد الاقتصاد العالمي وضرب حظوظ ترامب في ولاية ثانية عبر رفع أسعار النفط، ويراهن ترامب على مفاعيل العقوبات الاقتصادية لإرغام إيران على إعطائه ما رفضت إعطائه لباراك أوباما.
عينت وزارة الخارجية الأمريكية سفير المخضرم دونالد بوث مبعوثا خاصا إلى السودان، ما يعني أن إدارة الرئيس ترامب تريد أن تضع إصبعها في المسألة السودانية. سيحاول المبعوث الذي يتمتع بخبرة جيدة في السودان وإفريقيا المساعدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية في السودان، ومع ذلك مهمته غير مؤكدة في وقت يتحول فيه السودان إلى مسرح للمصالح المتضاربة الدولية والإقليمية. هل تستنسخ أمريكا تجربتها السورية في السودان؟ سؤال يطرحه الكاتب وائل السواح في مقال بصحيفة العربي الجديد. كان الشعب السوري الذي خرج إلى الشارع في احتجاجات سلمية مطالبا بالحرية والكرامة والحياة اللائقة، علق آمالا كبيرة على إدارة الولايات المتحدة لدعم هذه المطالب التي طالما ادعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أنها تدعمها وتؤيدها. وبعد مرور 9 سنوات يجد الشعب السوري نفسه وحيدا مهجورا وعاجزا، ولذلك فهو لا يريد تكرار ذلك في الحالة السودانية، لأنه يعتبر انتصار أي ثورة على نظام مشابه لنظام الأسد انتصارا له. في وقت لاحق دعا أوباما الأسد إلى التنحي، ولكن على عكس ما حدث في مصر فشلت الولايات المتحدة في جعل الأسد يتنحى. بدلا من ذلك عزز الرجل قوته بتعميق علاقاته مع الإيرانيين والروس، بينما كانت الولايات المتحدة تراقب بلذة شبه مازوشية في سوريا، نقول الضربة التي لا تقتلك تقويك، وهذا ما حدث مع الأسد. ومن المهم دائما تذكر أن أي حل للأزمة السودانية يجب أن يكون حلا بين السودانيين، فلا مكان لأي حل لا يراعي الإطار الاجتماعي والقانوني السوداني. يستعيد السودان الجديد من خلاله تقاليده القديمة في الديمقراطية، حيث يكون الجيش مؤسسة محترمة ولكنه يبقى خارج اللعبة السياسية ولا يتدخل بعمل السلطة التنفيذية. في سوريا فقدت الإدارة الأمريكية فرصة مهمة لإصلاح سوء الفهم التاريخي بين الولايات المتحدة وشعوب المنطقة، فهل نأمل أن يضع السودان هذه العملية على المسار الصحيح؟ أعلنت شركة فيفو الصينية عن تطوير تقنية جديدة للشحن السريع بقدرة تبلغ 120 واطاً. وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية سوبر فلاش شارج الجديدة تتيح إمكانية شحن البطاريات ذات سعة 4000 ملي أمبير في الساعة بالكامل في غضون 13 دقيقة فقط. وإذا رغب المستخدم في شحن البطارية بنسبة 50% فإنه يحتاج إلى 5 دقائق فقط. ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو يظهر هاتفا يشحن بالتقنية الجديدة، وقد ارتفعت طاقة بطاريته خلال 16 ثانية فقط إلى 14. وتعتبر هذه التقنية هي الأسرع حتى الآن في حرب الشحن بين الشركات الصينية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.